لعب الكره عند الياس جلاسي لوحده الياس 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 مش ممكن مش ممكن الياس جلاسي جبت التسديده دي منين يا راجل؟ كنت فين من بدري؟ غايب بقالك 68 دقيقه لكن ترقب وهنشوف الكره اللي بتتفوت وتسديده الياس الجلاسي. الياس الجلاسي سجل الهدف الاول. مره ثانيه تمويه الياس. يا ولد يا ولد يا ولد الياس جونينيو الياس جونينيو الياس الجلاسي يسجل الهدف تك 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 تك